اختفاء نارين بيوتي عن الأنظار وإطلالة ثالثة لنورث ستارز في مهرجان الجونة. شاهدوا المزيد من التفاصيل. أول خبر لدينا هو عن اليوتيوبر الجميلة نارين بيوتي. فنارين بعد سفرها إلى تركيا وتلقيها خبر محزن وهو وفاة جدها، قررت عدم نشر أي ستوري في الإنستغرام، وذلك احتراما لروح جدها. والمتابعون بدأوا يلاحظون أن نارين بيوتي تكون موجودة في أغلب ستوريات مدربتها نادين، لكنها لا تفضل الظهور الآن، حيث سمعوا صوت نارين في أحد الستوريات التي قامت بنشرها نادين مؤخرا. وأيضا اليوتيوبر نورمار لم يفارق اليوتيوبر نارين بيوتي ومدربتها في رحلتهما إلى تركيا، حيث قام بالأمس بنشر ستوري جمعه معهما في أحد المطاعم بتركيا. نادين نورت 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 تركيا بوجودي. ألين فيكي بنصرت؟ عجبك الأكل هون؟ يوم وتعرض أحمد أبو روب لهجوم من المتابعين في منصة تويتر بسبب دعمه لشركة ماكدونالدز الداعمة لدولة إسرائيل، مما جعله يقوم بغلق حسابه هناك. أعطونا رأيكم بخصوص هذا الخبر أيضا. والخبر التالي لدينا هو عن الجميلة نورث ستارز التي ما زالت تذهلنا بإطلالاتها في مهرجان الجونة، حيث بالأمس أطلت علينا نور بفستان أسود أنيق لاقى إعجاب معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي. أعطونا رأيكم بإطلالات نورث ستارز في مهرجان الجونة، أي إطلالة نالت إعجابكم أكثر؟ وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لدعمكم ومحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلمت لكم، بشوفكم بالفيديو الجاي وبحبكم كتير.